لو جينا دلوقتي اتكلمنا عن مشاكل الشعر، دايما بنعاني من مشاكل الشعر، اكتر حاجة بتتأثر معانا اذا كان تالف او متقصف او خفيف، او يعني صعب ان انت تلاقي دلوقتي شعر تقيل ولامع وكده، ايه السبب وازاي نقدر نحافظ عليه؟ هلا اول شيء الشعر هو الاسترس والتوتر ونقص الفيتامين له علاقة بهر الشعر وبضعف فيتامين ايه؟ الشعر. ده نقص المغنيسيوم، نقص الفيتامين د، نقص اي فيتامين بالجسم، واكثر شيء المغنيسيوم بيسبب تلف يعني وهر للشعر. اضافة نحن ما بنهتم بشعرنا. الكالسيوم بقى ممكن نلاقيه في ايه من الحاجات، الفواكه او اوكي، الخضار؟ اول شيء اهم شيء بتلاقيه بالموز، بتلاقيه بالتمر، بتلاقيه بالجوز، يعني هول الثلاث اشياء، والكاكاو الاسود اللي بمنتج سليمة جبناه حلقه الماضي وحكينا عنه، الشوكولاته السوداء من الاشياء الرائعه جدا، لانه الكاكاو الاسود يعني كثير عالم ما بتشرب كاكاو، مش متعوده تشرب كاكاو مثلا، بيشربوا دائما القهوه والنسكافيه، خففوا النسكافيه، هو في خففوا كاكاو عادي الكافيين. وفي الدارك، ايه حضرتك هو بتتكلمي على الدارك افضل، الغامق. الدارك لانه كل الزبده ده احسن. الطبيعيه، طبعا الزبده الطبيعيه بقلبه كثير مهمه. بس انا بحب الفت نظر شغله، انه دايما بقول الشعر تاج المراه، دايما بنحكي عن الشعر وبنتغزل بشعرنا ومن لازم نحن نحب نهتم بالطبيعه. خلينا نحكي عن اشياء طبيعيه، مش بس انه منتج سليمة او بدنا نجيب. اول شيء الصبغات والهايلايت وهيدي الاشياء اللي بحطوها والالوان على الشعر، هي كلها والسشوار بتتلف الشعر، والستريتنر والحاجات دي كترة كلها، السشوار الحراره كمان والمجفف الشعر وهيدي لكن الاشياء. لو هو تالف